مشاهدينا بنصبح عليكم من جديد ومستمرين بفقراتنا وضيوفنا المتميزين وفريق التحديات مغامرة عبر الأردن لعام 2016. اليوم رح يكون معنا ضيوفنا دكتور ثابت حسان النابلسي وهو مؤسس فريق التحديات، بالإضافة لضيفتين عزيزتين من دولة البحرين المهندسة لطيفة الكويتي مشاركة من دولة البحرين، وأيضا الأستاذة ريم الجمعة من دولة البحرين أيضا مشاركة في فريق التحديات. فريق التحديات فريق رائع بيعزز الثقة بالناس، نفس بيخلي كل فرد يقدر انه ينمي قدراته بشكل كتير اكبر، والاهم من هيك يصير في انتماء وولاء للبيئه والوطن اللي بيعيش فيه من خلال طبعا رحلات سياحيه عديده بيتعرف فيها الشخص على العديد من الامور الرائعه في الاردن. اليوم رح نتعرف اكثر على فريق التحديات من خلال ضيوفنا الكرام، وايضا معنا تقرير رح يعزز الفكره بشكل اكبر. صباح الخير ويعطيكم الف عافيه. صباح النور. دكتور ثابت، نبلش من عند حضرتك، مؤسس فريق التحديات اللي له 15 سنة، يعني احنا عم نحكي 15 سنة يعني في استمرارية، ومدام في استمرارية اذا في نجاح. نحكي شوي عن هذا الفريق قبل اكيد ما نتفرج شوي على هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر التلفزيون الاردني على اتاحة هاي الفرصة. احنا كفريق التحديات تأسسنا منذ 20 عاما، ومغامرة عبر الاردن منذ 15 عام، وهي على خطى جلالة سيدنا في الجولة الملكية تعريف الأردن سياحيا وحضاريا وتاريخيا، فأخذنا على عاتقنا أن نستمر في هذا البرنامج. الفريق طبعا يعمل على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات، ويتخصص في التدريب العملي واستخدام كافة الإمكانات الموجودة في البلد من طبيعة وخدمات ومؤسسات بشراكات عظيمة، قدرنا من خلالها أن نقدم الأردن للوطن العربي، ونقدم المنتج اللي موجود عندنا من شبابنا وأبنائنا لشباب الأردن نفسهم. اليوم الفريق بتعامل مع حوالي 50,000 مشارك بالسنة من كافة القطاعات، من الشباب، من المؤسسات، من الشركات. يقوم على تنفيذ مبادرات مختلفة، منها مبادرة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، وسمو الأمير مبادرة حقق اللي أطلقها في عام 2013 برضو فريق التحديات واليد التنفيذية، وكثير من المبادرات بشراكات مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وشراكات مع مؤسسات غير ربحية كثيرة موجودة في الأردن. وأيضا عندنا شراكة بنفتخر فيها بالقوات المسلحة الأردنية اللي دائما بيفتحوا لنا أبوابهم حتى يكونوا هم الحاضنة والنموذج الأمثل لأبنائنا، زي ما صار مغامرة عبر الأردن هاي. شكر خاص لمدرسة الأمير هاشم في الزرقاء، استضافونا نصف يوم كان تدريبات كاملة للشباب على مهارات العسكرية والرماية والقفز والإنزال وغيره. فئة المستهدفة دكتور ثابت قديش الأعمار اللي بتستهدفوها من الشباب والصبايا؟ احنا صراحة شوي الموضوع ان ماخذين كل الفئات العمرية، لكل برنامج له تصنيفه، لانه احنا بنتعامل من خلال اربع اقسام بفريق التحديات من سن 9 سنوات احنا بنتعامل. تمام. فطبعا بنقول لكل حدا قادر على انه يمارس النشاط، فما فيش عندنا شياب، كلهم بنقول لهم شباب الامس. صح. يعني كلياتنا شباب وروحنا شباب وقلبنا شباب. وزي ما انت عارف يا ستي، يعني الاردن والوطن العربي تقريبا 65% من البوبوليشن تاعت الاردن تحت ال 24. فاحنا اليوم بنعد حالنا وبنعد الجيل حتى نكون قادرين على مواجهه تحديات المستقبل. وهو ليس إعداد جسدي فقط، هو إعداد في العقل والروح والجسد. هكذا يعني تعلمنا، وهكذا يعني رسولنا الكريم أعطانا، وهكذا دياناتنا أوحت لنا أنه دائما لازم نحط القيم ونزرعها 100%. وهذا اللي بنحتاج إله. ويعني أنتم بلشين من عمر صغير، ويمكن كنا تحت الهواء عم نحكي أنه هذا استثمار في الجيل الصغير بالعمر حتى تقدروا أنكم هيك ترسخوا فيهم كل القيم وكل السلوكيات الإيجابية. صحيح. بإذن الله بدي أنتقل لك سريعا لضيفتنا لطيفة، أكيد مهندسة لطيفة من دولة البحرين، وأكيد الأستاذة ريم. كيف اجيتوا على الأردن لفريق التحديات المهندسة؟ أوكي، احنا طبعا اشتركنا في البحرين في مسابقة مشروع المنظمة من قبل تمكين لريادة الأعمال الشبابية. حضرتك طبعا أنا وشريكتي ريم في المشروع. كانت فكرة مشروعنا عبارة عن معسكرات خاصة للبنات، عشان الخليج العربي محتاج هاي النوعية من البرامج. دائما في الخليج في برامج للشباب للأولاد، ما في للبنات، فإحنا حبينا ندخل بهاي الفكرة، وفزنا الحمد لله بالمركز الأول طبعا. ومن ضمن الجائزة إن إحنا نطلع على أي معسكر نختاره من أي دولة من دول العالم
ان احنا نتدرب وناخذ الخبره عشان نطبقها في مملكه البحرين. تمام، كيف جيتوا على فريق التحديات؟ كيف اخترتوا؟ هم اختاروكم، انتم اخترتوهم؟ طبعا طبعا هذه قصه وبدون مجاملات. يعني احنا تمكين اتاحت لنا الفرصه ان احنا نختار اي معسكر عالمي، فكانت عندنا لسته بالمعسكرات ومن ضمنها فريق التحديات. تواصلنا معاهم، قدموا لنا بروبوزل. الحقيقه البروبوزل اللي قدموا لنا فريق التحديات كان اقوى بروبوزل، لانه شمل تدريبنا، يعني لتنظيم المعسكرات قبل المعسكرات، اثناء المعسكرات، وبعد المعسكرات. فاحنا يعني تدريبنا الحين مع فريق التحديات عباره عن تدريب اداري، بالاضافه الى ان احنا كنا من المدربات يعني في الموقع، على ارض الموقع. ف يعني حققنا الحمد لله اعلى نسبه استفاده ممكنه. تمام، يعني حديثكم مشوق جدا، وكثير انا حابه اعرف اكثر عن فريق التحديات، لكن هيك خلينا نطلع لنشوف التقرير من اعداد زميلتنا تمارا النهار وإخراج ينال الرواجدي، ونرجع لضيوفنا بالاستوديو. كشغل وكهدف البرنامج نبني الأبناء لبناء الأوطان، بالإضافة إلى صقل شخصياتهم، وبمروا عبر مغامرة عبر الأردن، بمروا في المملكة من الشمال إلى الجنوب، نحكي لهم عن الحضارات، نحكي لهم عن العادات، عن التقاليد، مشان حتى الطلاب اللي مغتربين اللي ما هم عايشين بالأردن برضو يعرفوا كيف أجدادهم وأبائهم كانوا يعيشوا، بالإضافة إلى ربط المفاهيم الحضارية بالديانات، سواء الديانة الإسلامية أو غيرها، وإنه قديش وطننا الأردن هو وطن غني حضاريا، غني تاريخيا، غني دينيا. أحد أولياء أمور ولدين مشاركين معي في البرنامج. طبعا أنا مشاركتي هنا فقط من بعيد وليس في البرنامج اللي هو تشالنجر تيم. أول مرة أولادي يشاركون، عندي ابن 17 وعندي ابن 13. صراحة مشاركتهم يتعرفون على أخوانهم، وأيضا يتعرفون عن قرب على شخصيات مختلفة لبناء الثقة والانسجام. واعتبر أن تشالنجر تيم هذا البرنامج يسقط شخصيتهم، تحمل المسؤولية، أولوياتهم في الحياة، الشجاعة، المبادرة، كلها اللي هي صفات القائد. في مغامرة عبر الأردن وهو مخيم تدريبي ترفيهي، الهدف منه صقل شخصية المشتركين بمهارات حياتية وبأنشطة ثقافية وبمغامرات متعددة، برحلة بتبدأ من الشمال الأردن إلى جنوبها، وأيضا نمتد كمان من شرقها إلى غربها. جاية من مملكة البحرين، وأنا سعيدة في وجودي هنا في مملكة الأردن الهاشمية. طبعا سبب وجودي في هالنوع من المعسكرات هو فوزي في مسابقة ريادة الأعمال، مشروعي بالمركز الأول. وكانت فكرة مشروعي عبارة عن معسكرات، فكانت الجائزة عبارة عن ابتعاث مملكة البحرين لي ولزميلتي وشريكتي في المشروع لطيفة الكويتي إلى أفضل معسكرات العالم. طبعا اخترنا هالمعسكر لممارسة دور الكوتش أو المدرب في مجال المعسكرات، وإحنا الحين هاي ثاني يوم في المعسكر، معسكر عبر الأردن، وقاعدين نكتسب خبرة جدا جميلة، وأخذنا دورة الإسعافات الأولية، وفي النهاية إن شاء الله بنكون كوتش. We'll be right back.
ناصر بن عبد العزيز من الإمارات، عمري 16 سنة، وهاي أول مرة تجربة لي المخيم، وأول يوم يوم جينا تعرفنا على بعض والشباب، عقب رحنا على العسكرية عند المعسكر وشفنا التدريب الأردني وكيف يدربون. السلام عليكم، أنا اسمي خضر الخريبي، عايش بقطر وجيت على الأردن عشان أشترك بالكامب أكروس جوردن. رحنا على الجيش الأردني وتدربنا معاهم، وبعدها انتقلنا لقلعة عجلون، وكثير تعلمت الأشياء، كثير تعلمت أشياء جديدة بقلعة عجلون. ساكنة بالسعودية، رجعت على الأردن، جيت على السمر كامب أكروس جوردن، هو عبارة عن تدريب وترفيهي. اليوم رحنا على قلعة عجلون، رحنا شفنا أشياء تراثية، وبعدين اجينا هون على المخيم رح نتسلق ونسوي أشياء. مرحبا، اسمي سيزار أمضوني من فلسطين. أنا أهلي تعرفوا على البرنامج عبر الأردن من الإنترنت وقرروا يسجلوني فيه، وزرنا محلات أثرية في الأردن، أكلنا أكلات شعبية للأردن، وهلأ إحنا في المخيم الموقع الرئيسي لإله قاعدين، بعطونا ألعاب عشان نعزز الثقة فينا وتعطينا جراءة وخلينا نتعرف على بعض أكتر وأكتر. إيش بيجي على فكرك لما تسمع كلمة أردن؟ هذا الكلام كلياته بدك تعبر لي عنه، بس مش عن طريق الكلام، بدنا نعبر عنه عن طريق نستخدم اللي هو إشي بيسموه الدراما الصامتة. الدراما الصامتة اللي هي عبارة عن دراما بتكون بتعبر عن فكرة براسي، هاي الفكرة إما عن طريق مثلا كتابة أو وضع جسدي محدد. مشاهدينا، بعد هالتقرير الرائع اللي وضح فعلا فكرة، يعني هيك جزء من الفكرة الخاصة بفريق التحديات مغامرة عبر الأردن لعام 2016، واللي عم نشوفها قديش فيها كان مغامرات بتبني وبتعزز قدرات الشخص، وبتنسج هيك قصة عشق بين الفرد وبين البيئة اللي هو عايش فيها واللي عم نحكي عنها الأردن. شفنا كمان مغتربين أردنيين بدول العالم، وكمان شفنا من الإمارات ومن البحرين ومن السعودية، يعني مشاركين كتار. نرجع لحوارنا مع ضيوفنا الكرام. دكتور ثابت نابلسي، مؤسس فريق التحديات، إذا بدنا نحكي هيك باختصار، قديش هاي المغامرة بتأثر بالفرد؟ كيف بيكون الشخص قبل 6 أيام اللي هي مدة المغامرة، وبعد هال6 أيام اللي بينتهوا واللي بتزوروا فيهم من الشمال للجنوب كل الأردن؟ طبعا ستي، احنا شعارنا كان بهاي المغامرة، وكل سنة بنعزز هذا المفهوم انه اللي نستثمر بالأجيال كي تبني الأوطان. الآن احنا الاستثمارات اللي بنشتغل عليها في كل ما يسمى استثمار من حيث العقارات، الفلوس، أي شيء الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال، شوية ابتعدنا عن الاستثمار في رأس المال البشري، فالأبناء هم رأس المال البشري القادم، هم الناس اللي لازم نستثمر فيهم. احنا بنجد الفرق، والأهالي طبعا هم أكبر دليل وشاهد على هذا الشيء. صحيح ب6 أيام مش راح يكون سحر، لكن الخامة جيدة والشباب عندهم الاستعداد والفرصة، المدربين الله يعطيهم العافية، يعني فردا مش راح أقدر أذكر اسمهم، كان 15 مدرب على هذا البرنامج، لكن الأثر اللي بنترك عند الطالب هو أثر كبير جدا، بحقق عنده أساسيات في نظام حياة بنتهجه بعد هاي المغامرة. ومن الأشياء الطريفة يعني في هاي المغامرة كان في شباب 2 صغار مشاركين، والده ووالدتهم ووالدهم كانوا مدربين بفريق التحديات. يعني كيف الأشياء بتصير لها أثر حتى لما كبروا وصار عندهم أبناء ودوهم.
احنا صار لنا 20 سنه نبني علاقه استراتيجيه مع الاجيال حتى صح. نستثمر فيهم صح. بتمنى انه نمشي على هذا النهج، وهذا طبعا سيدنا جلاله الملك امر فيه من سنوات طويله، ويحكي انه الطاقات البشريه كيف نستثمر فيها ونحط جهدنا فيها. احنا كقطاع خاص او قطاع حكومي كلياتنا اذا ما حطينا ايدينا بايدين بعض طبعًا. ما نقدر رح نقدر نبني هذا النسيج المجتمعي. طبعا هذا اللي انا متاكده منه واللي اكيد سعيده بفريق التحديات وبهالمغامرات اللي ممكن عن جد تعزز الفرد من الصغر. بدنا ننتقل سريعا لمهندسه لطيفه، كيف شفتي هاي التجربه في الاردن؟ وهي اول زياره لك كمان انت وريم للاردن. طبعا هي اول زياره لنا للاردن، وطبعا استمتعنا جدا جدا في هاي الرحله والخوض التجربه مع فريق التحديات. زرنا الأردن من الشمال إلى الجنوب، تعرفنا على جميع العادات والتقاليد، الأكلات الشعبية، الآلات الموسيقية، الفئات المجتمعية تعاملنا معهم سواء كانوا العسكريين أو المدنيين أو الناس اللي بالبادية، كيف طبعا التعايش مع الطبيعة هناك. فكانت تجربة جدا جدا رائعة وفريدة من نوعها. تمام. وأنصح الجميع يعني أنه يشارك فيها طبعا. يعني من الواضح أنكم أكيد رح تكرروا التجربة وتزوروا الأردن. أكيد أكيد. بس سؤالي الأخير لإلك أستاذ ريم، بس ترجعوا على البحرين، شو استفدتوا من هاي التجربة من فريق التحديات؟ شو راح تعملوا هناك في دولة البحرين؟ طبعا أنا أعتقد يعني أن إحنا انتقلنا يعني بكل وضوح، إحنا انتقلنا من مستوى إلى مستوى آخر. فهذه النقلة يعني احنا من خبراتنا، احنا عندنا 7 سنوات خبرة، لكن في الخليج يعني كانت معسكراتنا عبارة عن يعني اكثر مخذ منحنى تعليمي. احنا الان مع فريق التحديات اطلعنا على جانب اخر، يعني جانب التعايش، الجانب التدريبات العسكرية الحركية الكشفية، فهذه فعلا بتكون لها اثر وبيكون لها طعم مختلف في اضافة قيمة حق نوعية. استنوا الجروبات، هسه في جروبات تيجي من البحرين. احنا كمان طبعا خلاص ان شاء الله. احنا كمان سناب شات كان شغال طول الوقت، ومن امس كان معالي وزيره السياحه اجت خرجت المجموعه، وطبعا عملوا الدعايه الكافيه صبايا في كل الدول. ممتاز، احنا كثير سعيدين بوجودكم هون معنا في الاردن، وان شاء الله كمان بيكون لكم زيارات اكثر واكثر. سعيدين بفريق التحديات جدا دكتور ثابت، يعني بالتوفيق ان شاء الله بتخرجوا اجيال فعلا هيك بتنسج قصه عشق بينها وبين الوطن بكل التفاصيل. شكرا لحضرتك دكتور ثابت. وستي ودعوه لكم عقريه التحديات اللي شفتوها لكل الاخوات التلفزيون. حمسنا احنا بس شفنا التقرير. جاهزين. ان شاء الله. شكرا لك دكتور ثابت حسان نابلسي، مؤسس فريق التحديات مغامرة عبر الأردن 2016. شكرا لمهندسة لطيفة الكويتي مشاركة من دولة البحرين، أيضا أستاذ ريم الجمعة مشاركة من دولة البحرين. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم.